بسم الله. ينعقد المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية وصعبة ويمر فيها لبنان ومغتربوه وخاصة في أفريقيا كما المقيمون، كذلك الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي عندما تأسست في العام 1960 في مؤتمر اقترابي عقد برعاية رئيس الجمهورية الراحل اللواء فؤاد شهاب، شكلت محطة مفصلية في تاريخ الاقتراب اللبناني الذي بدأ مع المهاجرين الأوائل في منتصف القرن التاسع عشر، والهدف من وجودها كان احتضان المغتربين وحمايتهم وأن تكون المظلة الشرعية الوحيدة لهم من دون تمييز أو تفرقة غير سياسية غير طائفية وغير عنصرية. هذه العناوين التي تضمنها نظام الجامعة أغرت المغتربين فعلا وجذبتهم وأعطتهم جرعة أمل بأن هذه المؤسسة الاقترابية الوليدة ستوحدهم وتوفر لهم غطاء الأمان والاطمئنان، غير أنها للأسف وقعت في المحظور حيث احتدم الصراع وتفاقم بين الطامحين والطامعين في محاولة منهم لحرفها عن مسارها الوطني التوحيدي خدمة لمشاريع أخرى، ولغياب الدولة في فترات معينة بعهودها وحكوماتها المتعاقبة عن الاغتراب وانعدام وجود سياسة اغترابية رسمية واضحة إلا في حالات نادرة أو قليلة، منها على سبيل المثال لا الحصر استحداث وزارة المغتربين التي كان الفضل الكبير بها لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بر الذي تنازل في حينها عن ترأس إدارة مجلس النواب ونزل لصفوف زملاء النواب ودافع عن إنشاء وزارة المغتربين. ما ننسى هذه الفترة التاريخية، وهذه الفترة الوحيدة اللي تخلى عن إدارة الجلسة الرئيس بري للدفاع عن المغتربين، وهذه مسجلة بتاريخ الاقتراب. شكرا كبير للرئيس بري. هذه الجامعة التي رغم الدعوات والمناشدات لإصلاح ما أصابها من خلل وشلل وانقسام على المستويين الرسمي والاقترابي، فإنها سارت باتجاه الانحدار غير المتوقع، وهذا ما لم يكن يرغب به أو يسعى إليه أحد. وقد قدمنا كما قدم أسلافنا من جهد ووقت ومالنا من ارتقاء بها، ولتبقى مؤسسة اقترابية واحدة تجمع ولا تفرق، وبأن تظل فعلا الدرع الواقية التي تحمي المغتربين وتشكل النموذج الوطني المنفتح والفاعل لخدمة الوطن بجناحين المقيم والمغترب. وهي إن كانت تعاني من منتحلي الصفة الذين يسرحون ويمرحون في ميدانها من دون حسيب أو رقيب، وكأنها سائبة ومتفلتة من الضوابط القانونية والشرعية، حيث بلغت مرحلة غير مسبوقة تجرأ فيها بعض من يدعون الحرص عليها وعلى الاقتراب على تأسيس جامعات رهيبة وعلى القياس وبالاسم ذاته جامعة لبنانية الثقافية والعالم، وينصب نفسه رئيسا لها في نيويورك وساو باولو واستراليا، وينتسب لها في أفريقيا وغير أفريقيا برعاية من أحد بدون رعاية من أحد، فضلاً عن إقدام من يدعي أنه الرئيس العالمي للجامعة ستيف ستانتون، أقدم على تسجيل الجامعة كمؤسسة عابرة للقارات بشكل فاضح ومخالف لقانون الجامعة وتأسيسها ومفهومها الرئاسي في حينها، وهي مؤسسة غير حكومية سجلها مركزها في نيويورك في خروج واضح وفاضح عن نظام الجامعة وقانونها، وتفويض لمؤسسة وطنية واقترابية تأسست في وطن الأم
ومركزها بيروت وبرعاية رئيس الجمهورية، أنه تحد جديد تتعرض له الجامعة والحرساء عليها الذين ضحوا لأجلها لتبقى حلم المغتربين علّه يتحقق ولو بعد حين. إن 60 سنة من عمر الجامعة يجب أن لا تذهب حضرا أو هباء وتلغى من تاريخ الوطن والاضطرار بفعل الفاعلين ومعلومين لديهم أسسها وإنهائها وألغائها من قاموس المغتربين ليبنوا مكانها جامعات على شاكلتهم ولخدمة أهدافهم وكأنها ملكية حصرية لهم. للأسف من دون تدخل من المسؤولين الرسميين المعنيين في ملف الاضطرار. ومن هذا المنطلق أناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ودولة رئيس مجلس النواب الرئيس نديه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري للتدخل لوضع بصماتهم من أجل إعادة توحيد الجامعة وانطلاقها انطلاقة جديدة وترميم ما تبقى منها وإعادة انطلاقها في عالم الافتراض. إنه من واجبنا ومسؤوليتنا أن نتعاون لإيقاظها من براثن التقسيميين والفئويين والعنصريين من دون ادعاء أو مبالغة بل بواقعية وولاء وطني، لأنه حرام أن نتمها قبل فوات الأوان أو ننجر إلى الفخ الذي يحاول بعض الأصوليين إيقاعنا به. إن حق الجامعة والاضطراب علينا أن نحافظ عليها من المتربصين بها الشر والسوء، ليس من أجلها فقط بل من أجل لبنان الذي يستغيث من أجل المغتربين في كل العالم حيث يتعرضون للخطر والعقوبات والإصابة والمضايقات. فلنكن جميعا على قدر المسؤولية ونجعل من هذا المؤتمر وقراراته وتوصياته بداية النهاية التي فرضت على الجامعة واستهدفت المغتربين وبناء على المسؤوليات الملقاة على عاتقنا نعلن برنامج عملنا للمرحلة القادمة. أولا، توحيد الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم عبر حوارات مع كافة الجهات المنشقة عن الجامعة ومع هيئات الجامعة في كل أنحاء العالم. تعيين لجنة قانونية من محامين مختصين دوليين للعمل على تطبيق النظام الجامعي بمساعدة محامين محليين واقتراح تعديل القانون وتطبيقه وحيث يجب تطبيقه. ثانيا، زيارات إلى بلدان الاقتراح بهدف تنظيم وتفعيل الفروع والمجالس الوطنية والقارية واستحداث فروع ومجالس جديدة. تدعيم العلاقات بين الجاليات اللبنانية فيما بينها من جهة وبينها وبين دول شعوب الدول المضيفة من جهة أخرى من خلال الزيارات لهذه البلدان وعبر إقامة مؤتمرات وندوات فيها. ثالثا، العمل على إنشاء اللوبي اللبناني العالمي من خلال إقامة مؤتمرات دورية في لبنان للمغتربين والمتحدرين من أصل لبناني في كافة المجالات وعلى سبيل المثال للحصر مؤتمر حقوق اللبنانيين في العالم، حقوقيين اللبنانيين في العالم، مؤتمر الأطباء اللبنانيين في العالم، مؤتمر الإعلاميين اللبنانيين في العالم، مؤتمر المهندسين اللبنانيين في العالم، مؤتمر الاقتصاديين اللبنانيين في العالم، مؤتمر السياسيين اللبنانيين أو من أصل لبناني في العالم من أعضاء وزراء ونواب وفعاليات سياسية سابقة وحاليا من أصل لبناني موجودين في كل أنحاء العالم. تعقد هذه المؤتمرات في العاصمة اللبنانية بيروت مركز الجامعة وإذا تعذر في مكان آخر بشكل منفصل ودوري حسب الاختصاص، ويشارك فيها المختصين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمتحدرين من أصل لبنان. ينبثق عن هذه المؤتمرات
لجنة متابعة لكل مؤتمر، وتجتمع هذه اللجان في بيروت تحت إشراف الجامعة لتشكل معها اللوبي اللبناني العربي. رابعاً، تعيين لجان شباب قارية من جميع القارات من اللبنانيين والمغتربين والمتحدرين من أصل لبنان. خامساً، توسيع ملاك المكتب التنفيذي والإداري ليشمل مدير مكتب ودبلوماسي وخبراء اقتصاديين واجتماعيين وإعلاميين. والسلام عليكم وشكرا لكم.